حتى لما شفتك يا باشا انا سعيد ان انت كده كده يا باشا. خلي بالك وفيت من دي حاجه كبيره، كنت فاكر كنت انت حاجه كبيره قوي. الناس اللي ماشيه في الشارع دي ماشيه في السكوت، الناس اللي قاعده في بيوتها دي الناس اللي بتاكل وتشرب بتطمنك بيكم. اوعى تفتكر ان انت بتعمله ده بسيط، كتير قوي كبير قوي عند ربنا، كتير بتأمن الناس، الناس عايشة بسلام ويكو بقى تقول ده حاجة بسيطة. اوعى الفتن دي غالية. يلا كل بقى رغم الفيوم، رغم الفيوم انت عارف الناس بتوع الفيوم ناس بتشتغل كويس، بتجي على عيشة صحيح. في ناس كده بيبقوا في المحافظات باينين، ناس بتوع الفيوم اكتر ناس تجري على الشغل والرزق المحافظات القريبه من مصر. بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ ها؟ انا دراع يا باشا، انا دراع دراع عامل يا باشا عامل. طب ده عامل حاجه جميله ما شاء الله عليك، هو جايب فلوس بتعمل كام في اليوم؟ 100 جنيه. اشتغل كام يوم في الاسبوع؟ يا باشا اشتغل كام يوم في الاسبوع؟ كام يوم في الاسبوع؟ 4 ايام 5 ايام. وراحة يومين كتير، يومين راحة سنك كتير يومين. اللي عايز يعمل مستقبل كويس لو عنده شغل 7 ايام اشتغل راح هتجري عليه لو في شغل 7 ايام اشتغل 7 ايام اعمل كام؟ اعمل في الشهر 3000 جنيه مره على مره، شهر على شهر على شهر. ما ضيعش الفلوس كلها. بتشرب سجاير؟ مين بيشرب سجاير؟ انت ليه؟ ضاع فلوسه على السجاير كده؟ بتشرب كام عندك؟ ممكن اعمل كافيين 3 ايام. ده صحيح. لما هي تكلمت ده رمضان بشرطه دي فرصه للواحد اللي يدخل لبنات الشباب. انت اولى بالجنيه وصحتك اولى بيها، انت لسه شاب صغير، انت ما تقدر تعرف الكلام ده. السجاير دي مش كويسه خالص، السجاير مش ايه؟ انت عرفت المدخل اللي انت اللي مدخل من الصغار جايبينكم في المسلسلات كلكم ماسكين سجاير سجاير سجاير. هو كل الظباط بيشربوا سجاير مش كده؟ كل المسلسلات يعني هو يعني نظام الشرطه عشان تشتغل لازم يشرب سجاير. ها؟ زينا يعني كده معناه ان هو بيشتغل بيشرب سجاير. لا قلت لكم كلام حقيقي من هنا يا محمد. يلا كملوا عندكم بقى عشان تشرب سجاير بعد كده. طب العلبة بكام؟ يبطلها أحسن. ها؟ يبطلها أحسن. النهارده لو حد شاف حتى 10 جنيه حتى الوضع هيقول عليه إيه؟ ها؟ مجنون. يقولوا إيه؟ طب أنت بتعمل كده؟ السجاير بتولع فيها كده مش كده؟ يلا تعالوا نصور كلنا انا وياك. يا احمد مختار عشان احمد مختار تعالى يا جدو.
والسلام. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا. السلام عليكم.